هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده عن اللوك ده. اللوك ده نزلت لكم صوره على فيسبوك وعلى انستجرام وعجبكم قوي، فقلت يلا نعمله. إيه، انا عملت اللوك ده بقلم روج. ايوه، بقلم روج، ما تستغربوش. دايما فكروا بره الصندوق واستخدموا حاجات بتاعه حاجات تانية، مش مهم، المهم تطلع شكلها حلو. انا عجبني لون قلم الروج ده قوي، فقلت ايه المشكله ما يبقى شادو. فلو عندك قلم روج اللون دون هتعرفي تعملي اللوك ده بسهوله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت وتعملوا لي سبسكرايب على قناتي على اليوتيوب ولايك للبيجي كمان. ويلا بينا نبدا الفيديو. حاجة بنات، رسمت حواجبي بالجل بتاع نيكس، ضربتي فيه اسبريسو 04، وبعد كده سرحت حواجبي بالمسكرة بتاعت ايسنس، ضربتي فيها براوني 02، وبعد كده نضفت تحت حاجبي فوق حاجبي بالكنسيلر، وبعد كده حطيت برايمر اي شادو من ايسنس. قلت اديله فرصة تانية، يمكن اكون ظلماء، بس بيثبت لي برضو ان هو مش حلو خالص، بيخطط كده وما بيندمجش بسهولة يعني. بعد كده حطيت نقطتين من الكنسيلر بتاع نارس، ضربت فيه فانيلا، لايت فانيلا، كده رجعت ثبت الكنسيلر بايسنس كاموفلاج، درجتي فيها ايفوري بيج، وبعد كده خدت من باليت مورفي لون كده زي بني فاتح قوي قوي، عشان اخليه لون انتقالي، وبعد كده خدت درجة اغمق منه شوية عشان اعمل بس تدريجة للالوان. وبعد كده نيجي الكينج اللوك كده اللي هو روج بتاع ماكس، الدرجة دي اعتقد ان اسمها مدريد. هو بس عشان كريمي بياخد وقت شوية في الدمج، عشان لو سبتيه ينشف مش هيندمج خالص، فلازم اول ما تحطيه تدمجي على طول، عشان لو نشف كده شكرا. وبدأت اوزع اللون في الاماكن اللي انا عايزة فيها اللون يبقى واضح قوي. وبعد كده من باليت البلاشر بتاع ذا بالم خدت اللون اللي هو احمر، وحاولت احطه بين اطراف اللون بتاع الروج واللون الانتقالي، او ادمج بيه طرف اللون بتاع الروج، وبالفرشة اللي حطيت بيها لون الروج ازود اللون وادمجه، ازود اللون وادمجه. باخد وقتي في الدمج قوي، لان هو المفروض برضه هو مش اي شادو وروج ومات وكريمي، فبياخد وقت طويل. بقيت اخد حاجات بسيطة قوي من البلاشر اللي لونه احمر واوزع، وارجع اخد تاني، ما اخدش لون كتير على طول يعني، اخد حاجات بسيطة واوزعها وبعد كده تقل براحتي، بس ما اخدش من اول مرة كتير، عشان لو حطيت كتير مش هعرف امسحه. وبعد كده خدت اللون الانتقالي الاولاني وحطيته تاني من فوق، عشان حسيت ان لونه خف شوية، وبشوف كده درجات الالوان زي بعض من العين دي والعين دي. بعد كده حطيت هايلايت كان في باليت بتاعت ايسنس اللي هي روزس، خدت اللون الفاتح منها وعملته هايلايت، وبعد كده حطيت عليه برضو بتاع انستازيا، وبعد كده حطيت الكحل ده اسمه كاجال من ايسنس، نوعا ما سويده كويس، ومليت خط الرمش، وحطيت نقطتين بس من الروج اللي حطيته فوق عشان اعمل بيه خط الرمش اللي تحت، وابتديت ادمجه مع اللون الاسود اللي حطيته بالكحل.
قعدت ادمجه واسحبه على فوق. عشان نوعا ما يديني بس تدريجة لون. يعني ما اندمج مع الاسود كده اداني درجة بتنجاني كده حلوة بس غامقة قوي. وبعد كده خدت الديب لاينر ده من ايسنس هو في الاول بس كده بيبان انه بيلمع بس بعد كده بيقلب مات. ورسمت مدمع العين، كنت حابة العين تبقى مسحوبة قوي فعملت زي بوس كده من قدام للعين. وبعد كده خدت الماسكارا دي من ايسنس اسمها فوليوم ستايل ستايلست هي بس بتدي كثافة ما بتديش طول. وبعد كده خدت الرموش دي من ريتشيري وبعد كده بضم الرموش الأساسية مع الرموش الفيك. وبعد كده خدت البرايمر داون من ويت ان وايلد. البرايمر ده حلو قوي بيخلي البشرة ناعمة جدا. هو ما بيغطيش البورز 100% بس يعني نوعا ما كويس. وبعد كده خدت الفونديشن ده برضو من ويت ان وايلد اسمه فوتو فوكس، درجتي فيه جولدن بيج. الفونديشن ده مش واخد حقه خالص، فعلا فعلا حلو. يعني لو تلاحظوا كان في حباية تحت في دقني اختفت تماما، يعني تحس انك حطيتي فلتر كده مرة واحدة. فعلا فعلا حلو. وبعد كده خدت الكنسيلر ده من نارس حطيته بس في الاماكن اللي انا عايزة اعمل فيها هايلايت. وزعته بالبيوتي بلندر. بعد كده عملت كونتورنج كريمي مناخيري، معرفش ليه عملت كريمي بس انا اصلا ما بحبوش بس يعني جت كده، ملكمش دعوه باللي انا بعمله كنت بغني. كده ثبتت تحت عينيا بالكاموفلاج من ايسنس.
وعملت زي هايلايت تحت الكونتور عشان يبينه اكتر. وبالباودر ثبت باقي وشي، بس كنت بشيل برضو بالفرشة الحاجات الزيادة. وخدت الكونتورينج او الدرجة الغامقة دي من بهاما ماما، من ذا بالم اسمها بهاما ماما، وثبت فيها الكونتورينج. معرفش اللوك ده انا كنت متوصية بيه قوي. وبعد كده خدت البلاشر ده من ذا بالم، وبعد كده حطيت فيكس بلاس على الفرشة بتاعت الهايلايت عشان يبينه اكتر. وخدت برضو درجة الروج اللي عملت بيها الاي شادو، مش بقول لكم الروج ده الكينج بتاع اللوك ده، حطيته برضو بس حسيته غامق فحاولت شوية افتحه، فرجعت حطيت تاني روج درجة فاتحة، هبقى اكتب لكم اسمها لاني مش فاكراها. حطيت الفتحة عشان اعمل زي لوك اون بري كده. انا عموما ما بحبش احط روج درجة واحدة، لازم درجتين كده مع بعض. وده يا بنات اللوك النهائي، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت باي فيديو تاني عايزين اعملها لكم، وما تنسوش اللايك على الفيديو كمان وسبسكرايب على اليوتيوب، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.